الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم إني أعوذ بك من الذنب إلا لك، ومن الخوف إلا منك، وأعوذ بك اللهم من أن أقول زورا، أو أن أخشى فجورا، أو أن أكون بك مغرورا. وأعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ومن عقاب الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن زوال النعمة، ومن فجاءة النقمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له من المسلمين. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، طبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفضل الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، رسول من بعثه الله على حين فترة من الرسل، ففتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، ولم يقبضه الله إليه حتى تركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من لم يصل عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان وما بدل جديلا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وسلك منهاجا قويما وسبيلا رشدا. ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، وحاد عن طريق الهدى، ولا يضره الا نفسه ولا يضر احدا. جعلني الله واياكم ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه ويقتل في سبيله، حتى ينال من خيري الدارين سؤله وامله. فانما نحن لله وله. اما بعد عباد الله، اوصيكم واياي بتقوى الله، فان تقوى الله هي التجاره التي لا تبور. وراقبوا ربكم في جميع اعمالكم واحوالكم، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومهد لأنفسكم مضاجعكم ومساكنكم لا محالة في القبور، واعلموا أن أيام الدنيا سريعة المرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، ها أنتم في اليوم الرابع من أيام التشريق، من أيام التشريق التي يرجو المؤمن أن يكون له حظ من هذا الإشراق ومن هذا التشريق، التوجه لناحية الشرق. وإن كان التشريق كالتشريح وزنا ومعنى، ومعناه التشريح لحم الأضاحي، ولكن التشريح بمعنى الإشراق، طلوع الشمس، أن يشرق الإنسان، أن تطلع فيه شمس، أن تطلع فيه أنوار. المعرفة في على قلبه، تشرق أنوار المعرفة في قلبه وفي عقله وفي كيانه، فيتنور بنور الله. ومن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي فوقي نورا، وفي تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفي عظمي نورا، وفي عسلي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي قبري نورا، واجعلني نورا على نور، وزدني نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو من كان ميتا فأحييناه،
وجعلنا له نورا يمشي فيه في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يجدكم بيننا رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فايام التشريق من هذا التوجه للشرق الذي تطلع منه الشمس والى البيت الحرام ومن قصده من الانبياء الكرام لنطوف طوافهم ونسعى سعيهم ونسير سيرهم ونحذو حذوهم ونضحي تضحيتهم ونصبر صبرهم ونصمد صمودهم ونثبت ثباتهم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب. هذه الايام التي اقيمت فيها بلدان وأقيمت فيها أوطان لتظهر قوة الإسلام بتعاون الإخوان، فانظروا كيف أنشأوا مدينة تسمى عرفات في سويعات قليلات، مدينة قامت كان يحجها الناس قبل هذا الوباء دفع الله البأس والبلاء، كان يحجها الناس ملايين يبنون مدينة يوم بساعة، ثم هذه المدينة تنقل وتبنى مدينة أخرى بعدها بسويعات يقال لها مزدلفة، ثم تبنى مدينة أخرى يقال لها منى، ترتب في سرعة تذهب العقول وتذهب الأبدان لتظهر قوة الأمة إذا ما استجابوا لأوامر الكتاب وأطاعوا النبي الأواب صلى الله عليه وسلم. أمة تبني مدن في لحظات، وهكذا الأعمال الكبيرة بإمكانكم أنتم في محيطكم هذا وفي إقليمكم هذا، إذا ما وضعتم اليد في اليد ثم تصنعون العجائب. وهذا يظهر من الإشراقات التي ينبغي أن تعرفوها أيام التشريق، ومن التكبيرات التي أنتم رفعتم بها أصواتكم في هذه الأيام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه التكبيرات التي رددها الجزائريون حتى صرنا ننعم بالاستقلال الذي نحن بشهره، شهر جويلية استقلال بلاد، فجزى الله عنا الشهداء خير الجزاء الذين ماتوا في مقتبل العمر ضحوا بانفسهم ضحوا باموالهم ضحوا بحياتهم، جاعوا لاجل ان نشبع وتعروا لاجل ان نلبس وماتوا لاجل ان نحيا وخافوا لاجل ان نامن، لكن يا ليتنا صرنا الامانه ويا ليتنا عرفنا لهذا الاستقلال وتلزم التضحيات، ونحن في ايام عيد الاضحى قدرها. انهم ضربوا لنا اروع المثال بوحدتهم وجمع كلمتهم، توحد النداء وتوحد الدعاء، وحدوا النداء ووحدوا الدعاء، جمعوا ما استطاعوا من قوه تحت ذوي المدافع وصفير الرصاص. الله أكبر، إما النصر وإما الاستشهاد. وهكذا إذا كانت الأرواح للموت أهلت فموت امرئ في الله خير وأفضل، إذا كانت الأموال من ترك جمعت فما بال متروك به المرء المفخر. إنها تضحيات، وليس هذا الاستقلال الذي تعيشونه هو هدية أعطاها لكم العبد، وإنما هي تضحيات الجسام قدمها أبناء هذا الشعب. فينبغي لنا أن لا نخون الأمانة، وأن نسعى في بنائه، وأن نسعى في تحريره، وأن نسعى في أمنه. وأقول التحرير لأنه إن انتهى استعمار الحقول فإنه ظهر استعمار من نوع آخر وهو استعمار العقول. وانظروا إلى ما
يحدثه العدو في أبناء هذه الأمة من الفتن والقلاقل، ويضرب لهم على أوجال الفرقة، وهو خبير بكل منطقة وما فيها، وما هو الوتر الذي إذا عزف لهم عليه استشاروا. وذلك من البلاهة، وذلك من السفاهة، وذلك من الجفاهة، لأنهم لا يعرفون بأنهم يلعب بهم وهم لا يشعرون. ولكن ينبغي في أيام التشريق أن تشرع قلبهم، وأن تشرق القلوب، وأن تسطع أنوار المعارف، وأن تطلع الشمس حتى نميز الوجوه، ليستبين الخبيث من الطيب، من الطيب والأبيض من الأسود، الصالح من الفاسد. وإلا إذا كنا في الظلام فذلك هو سعادة الخفافيش. عباد الله، إن شهرنا هذا الذي حصلنا فيه على الاستقلال ليس هو انتصار دولة في شمال إفريقيا على دولة أوروبية، إنما هو انتصار الإسلام على المسيحية. ولا يمكن أن نحافظ على هذه النعمة إلا بالعلم النافع، لنتعلم العلوم التي تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تتلف، تجمع ولا تشتت، العلوم النافعة، العلوم الصحيحة المأخوذة من مشكات الرحمة، وليست الأفكار الميتة المميتة التي إذا نظرت إليها وجدتها تفسدك وتفسد بلدك وتفسد أهلك وتفسد منهج أمة الإسلام جميعا. وذلك بدعوة، أنك تنتمي إلى جماعتك أو إلى مدرستك تحارب الآخرين وتعادل الآخرين، بدعوة حبك لأبيك تعادل جيرانك وأعمالك. هل حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السيد العظيم أفضل الأنبياء جميعا، هل قال لنا عادوا سيدنا موسى؟ هل قال لنا عادوا سيدنا عيسى؟ بل إن قال لنا إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل من البيت إلا موضع لبنة وعلى تلك اللبنة وهو مجدد البناء. فإذا فهمت الأمة على اختلاف مدارسها ومذاهبها ومشاربها وأساليبها وآلياتها ومناهجها بأنها جميعا همها واحد، فإنها سوف تبني وسوف تحقق إنجازها. أما إذا كان كل واحد في جماعة يبني ما هدمه الآخر ويزعم أنه ذلك من وفائه وولائه لجماعته أو لمن ينتمي إليه، فهذا أخطأ وأبعد النهجة وأبعد النزعة. فهذا الذي نريده أن يصحح، لأن الاستقلال ما كان ليكون لو كان كل جماعة في إقليم أو أي انتماء كان، مذهب ديني أو عرق نسبي أو إقليم وترابي، كان كل جماعة دعوا أنهم سيفعلون شيئا لأنفسهم ما استطاعوا. لكن لما وحدوا كلمتهم، وحدوا صفهم، استطاعوا أن ينجزوا شيئا. فالأمة صلاحها بهذه المفاهيم أولا قبل أن يكون سلوك، لا بد من تصحيح المفاهيم، ولا بد من تصديق وتصحيح الأفكار. فدعنا من كثير من الأفكار التي نسمعها في واقعنا، وفتشوا واقعكم وانظروا إلى وقرأوا قراءة صحيحة موضوعية، كيف أن أفكار كثيرة تحطم وتهدم وتشتت وتفلك. والعاقل الذي وصل مرحلة من النضج والوعي والله لا يقبل هذا، ولا غلبانه يمرر هذا إن كان له غلبان. أما إذا كان مستحمر ومستقبل تجعل عليه المرجع والمساق، فذلك قد خرج من طور الإنسانية. أما الإنسان العاقل الذي له موازين ينبغي له أن يصنع الدين عقله، يصنع الدين فكره، يستثبت الدين سلوكه، وهذا
وهذا من التشريع والإشراع، وهذا من الدرس الذي تعرفونه في هذا الشهر بما أنجز أسلافنا الشهداء جزاهم الله عنا أحسن الجزاء بالعلم النافع لما صحح الفكرة، فكان ما يقبل أي كلمة إلا كلمة مسلم أو انتماء الدولة فكل جزاء. فإذا واحد سألوه أنت من أين انتسب إلى موضع آخر الاصطلاح كان بينهم، استطاعوا أن ينجزوا وأن يحققوا هذا الاستقلال حيث ندعمه اليوم ونحن ونعيشه، لكن لا يريد أن نعرف قدر هذه النعمة ونشكر للفضلاء وللأبطال وللشهداء فضلهم ونعرف الخطة التي بها أنجزوا وانتصروا بالعلم النافع والعمل الصالح والأخوة الصادقة فهذه هي الأسس التي إذا حققناها سوف نحافظ على أمن بلدنا ووطننا، وسوف نسهم في ازدهاره وفي تطوره وفي تقدمه، وإلا فإنه إن خرج العدو من حقولنا فقد سكن الشيطان وأعوان الشيطان في كثير من أبنائنا من عقولنا، كثير من العقول يسيرها الشيطان وأعداء الإسلام، ويا ليتنا ننتبه من غفلتنا. والله أكبر الله أكبر هو الولاء لمنهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فلسفات، هناك ايديولوجيات، وهناك أفكار، وهناك نظريات، وهناك كثير، لكن أنت لا ما ترضى أن تكون طائعا مستجيبا إلا لحكيم عليم وللنبي الرؤوف الرحيم الذي أخبر الله أنه حريص علينا عزيز عليه ما عدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنها أيام النوم وأيام الرجعة وأيام الانتباه من الغفلة، عسانا أن نتدارك بعض ما فات وعسانا نمضي خطوة إلى الأمام، فمسافة ألف ميل تقابلها خطوة. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن ينور عقولنا وقلوبنا وأن يطهر وأن يزكي نفوسنا وأن يهذب أخلاقنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وبعده. عباد الله، ولا بد لكل الإنجازات ولكل الأعمال الصالحات لا بد فيها من تضحيات، وما كان لننعم بهذا الاستقلال إلا بالتضحيات. فلم يبالي أولئك الأبطال رجالا ونساء وأطفالا، لم يبالوا بالأسلحة الفتاكة وأساليب التعذيب الجهنمية التي لقوها من العدو. والواحد منا إذا أراد أن يصلح ربما لا يصلح حتى عن كلمة يسمعها يؤذى بها. والأنبياء أوذوا بالكلام وأوذوا باليد وأوذوا بالضرب، وقد قال الله للنبي اصبر على ما يقولون، اصبر لحكم ربك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لأن كل داعي إلى الخير وإلى الحق لا بد أن يؤذب عنه الشيطان وأن يذري الرماد، لأن الشيطان أقسى فيقعدن الصراط المستقيم. وكل داعي إلى منهج حق إذا لم تجد له أعداء فشك في دعوته. فهكذا، لأن الأنبياء لو صفى المجتمع لأحد لصفى الأنبياء ولصفى لأفضل الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما اعلم يقينا بأنه إذا حصل الصدق والإخلاص، لأنها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فلا خوف وراء الحي حي، فلا خوف وراء الحي حي، ولا ظمأ وساق القوم باقي، لأن الله الواحد الأحد فرض الصمد الذي كان للأولين هو باقي للآخرين.
لله ولا اتخذ يرى الرب اذا ما حصل الصدق واذا ما حصل الاخلاص واذا ما حصل اتباع المنهج الذي هو السرور وهو العيد. المنهج هو العيد هو الفرح. فاذا حدنا على المنهج فلا عيد ولا فرح. عادات تصبح عباده. اما العباده تعلمنا بان نسير على المنهج. فهكذا ينبغي لنا ان نعلم لأنه لا بد لنا من صبر في الطريق ونصر القدوة في الدين أفضل الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن هنا نرتبط بسنته وبسنة أبيه وجده الأول سيدنا إبراهيم عليه السلام في الصبر والاحتساب. ولا بد أن يصبر الآباء حتى يصبر الأبناء. لذلك سيدنا إبراهيم قبل أن يضحي بولده هو ضحى بنفسه ألقى بنفسه ضحى بنفسه ألقى بنفسه في النار ولم يبالي. أخذوه من الديار ولم يبالي وقال إني ذاهب إلى رب سيهدين. وحقيقة الله تعالى لا يضيع عبدا قصده. فهذه أيام الثقة بالله سبحانه وتعالى مراجعة النفوس والتكبير حتى نجد عظمة الله في القلوب. فالله أكبر من كل كبير الله أكبر من كل كبير. فهذه أيام التشريق وأيام التكبير نسأل الله تعالى يجعلنا بذلك متحققين ويجعلنا من عباده الصالحين. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين فإنه رحمة مهداة ونعمة مسداة الواسطة بكل خير وصل إلينا أو يصل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي عليه القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا غنى إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا شاهدا إلا علمته ولا محروما إلا أعطيته ولا فقيرا إلا رضيته ولا محسنا إلا يسرته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا خذلته ولا عدوا الا كبدته ولا غائبا الا بخير رددته ولا مسافرا الا بلغته ولا ولدا الا اصبحته ولا مطالب علم الا وفقته ولا باب خير الا فتحته ولا باب شر الا سددته ولا حاجه من حوائج الدنيا اهدلك ولو كان فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقض الفساد منا بالصلاح والخسران بالارباح وعلينا بالفضل والسماح يا من مثل نوره كمشكات في هذا الصباح. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك ابداننا وخلصنا من فتن اسرارنا واشغل بالاعتبار اثقالنا واجرنا من الشيطان واحفظنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجمع كلمة المسلمين واحفظ صفوفهم واحقن دماءهم واصلح ذاتهم يا رب العالمين. واقسم كيد الكائدين ومكر الماكرين وقول الضالين وحسد الحاسدين يا قوي يا متين في شر الظالمين. واصلح لهم الراعي والرعيه والاباء والذريه واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ونور على اهل القبور والمسلمين قبورهم واجعل فيها راحتهم وسرورهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واعلم ان الله امركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.